مساء الخير مشاهدينا، مثل ما عودناكم ومثل ما وعدناكم ومثل ما كتبنا بصفحتنا على الفيسبوك امبارح، اليوم حلقتنا مميزة ومنوعة. أكيد رح يكون في عنا أكثر من ضيف لحلقتنا لليوم. لا تنسوا أنه على 1:30 رح نكون بفقرة السوشيال شباب اللي هو تم تأجيلها من امبارح لليوم لأسباب تقنية. امبارح ما طلعنا بالحلقة، أكيد رح تكونوا مع علاء عشا، وموضوع حلقتنا بفقرة السوشيال شباب هو التحرش عبر وسائل الاتصال سوشيال ميديا، شو هي أسبابها والطرق الحد منها. أكيد أما هلأ بدي أحكي لكم عن شباب كتير موهوبين وشباب نحن بنرفع الراس فيهم، عملوا مبادرة وسموها للعراق أو فور إيراك. هاي المبادرة هي بلشت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي المنصة الوحيدة لإلهم من خلال الإنترنت، خلينا نقول من خلال لقائكم على الفيسبوك، أو خلينا نقول يعني إنهم بيحاوروكم أو بيلتقوا فيكم على الفيسبوك أكيد، لكن نحن عشان نشجعهم ونشد على إيدهم لازم نحن كوسائل إعلام ناخدهم معنا لحتى نسلط الضوء عليهم أكتر أكتر. للعراق أو فور إيراق تقوم بإبراز العراق والعراقيين بشكل إيجابي وجميل عن طريق تسليط الضوء على العراق الموهوبين والمبدعين. الهدف من هذا المشروع هو تجميل وتحسين المحتوى العراقي على الانترنت للعالم دون التركيز على الجنس أو العرق أو اللون، لأن معظم المحتوى العراقي على الانترنت بيركز على مشاكل العراق والعراقيين كلاجئين ومهاجرين. وخلينا نقول إنه هو مش زيه زي أي بلد وشعب تاني عم بيعاني من خلينا نقول غيمة سودا، خلي يعني إن شاء الله إنها هي رح تمر ورح يرجع مثل ما كان، لأنه بلد وشعب عنده ثقافة وعنده تاريخ عريق وعنده حضارة ما بنقدر إنه نحن نتجاهلها. أكيد خلينا نشوف هذا الفيديو سوا، نمشي لقدام نرجع لورا، تعوا سوا نبني العراق. بدي أقول مساء الخير للضيوف اللي ببلش مع مؤسس مبادرة فور إيراك عبد الله. كيفك؟ تمام، كيف أهلا حالك؟ وسهلا. تمام. مايس أيضا أنت مسؤولة المحتوى بمبادرة فور إيراك، يعطيكي ألف الله عافية. عافيك. أهلا وسهلا فيك. نبلش معك كمؤسس عبد الله، احكي لنا أكثر. بيسكلي بلشنا لأنه هلا كل العالم رابط صورة العراق بالحروب، اللاجئين المهاجرين زي ما شفتوا بالفيديو. فاحنا حابين نحسن هذا الشيء، نحسن صوره عن طريق تسليط الضوء على العراقيين المميزين والمبدعين الموجودين في كل مكان. حلو. لانه عارف في كثير عراقيين عم بيعملوا اشياء رهيبه غير الناس القدامى اللي هم مؤثرين. صح. عملوا كثير اشياء حلوه، في ناس هلا شباب عم بيعملوا كثير اشياء حلوه مش كثير ناس بيعرفوا عنهم. لانه الصوره الموجوده هو العراقيين هم لاجئين. صح صح صح. امتى بلشتوا عبد الله؟ تقريبا يعني صار لنا شهرين. هلا عم نشتغل. بعدكم ايه؟ جداد. احنا كيف الفيدباك؟ تمام. يعني مثلا الفيديو اللي شفتيه هلا كثير عم ينتشر، از جوين فايرل اون ذا انترنت، كثير ناس عم بينشروه وكثير ناس الحمد عم لله. يس. الحمد لله عم بتلاقوا ردود فعل حلوه؟ طبعا. كثير ناس يعني احنا جزء من المشروع تبعنا اهداف كبيره، انه مش بس بدنا نحسن المحتوى ونثري المحتوى العراقي على الانترنت، خلينا نحكي احنا بنحاول نعطي امل كمان للناس العراقيين اللي نشوفونا احنا حلوين، يعني احنا مش بس عنا اشياء مش حلوه. صح صح. بدي اذكركم مشاهدينا انه اكيد موضوع حلقتنا بهاي الفقره الاولى مع عبد الله وميس اللي هم مؤسسي مبادره فور ايراك او للعراق نزل على صفحتنا على الفيسبوك، راح اقرا التعليقات. ايضا راح يستقبل اتصالاتكم من بدايه الحلقه للي بحب يحكي مع عبد الله وميس. اكيد في عنا رقم انترناشونال الجديد وفي عنا رقم عراقي اللي بحب يحكينا من داخل او من خارج العراق، الارقام المفروض مخرجنا عم تظهر على الشاشه مش هيك؟ اوكي، لكن الارقام موجود على الشاشه وبنرجع بكمل انا وعبد الله. اكيد عبد الله لكم شهرين مبلشين، هذا شيء كثير حلو، بعتقد انه المبادره هدفها غير ربحي. طبعا 100%. يعني هاي واحده من هلا كمان شوي بنحكي ممكن على التحديات، بحكي لك احنا عم بنحاول انه ما ندخل فيها اي شيء تجاري، تكون مبادره بس هدفها تعمل تغيير للمحتوى. حلو. قديش بتحس انه هذا الجيل الجديد انه قادر انه يغير؟ صراحة يعني إذا في حدا بده يعمل تغيير حقيقي كبير، لونج تيرم،
لمدى بعيد هو الجيل الشباب، لانه صح. احنا نحتاج افكار مبتكره، صرنا نحتاج افكار اللي هي اذا ظلنا نعتمد على الناس السياسي وغيره ما حيصير شيء. ما دمرنا الا هم بالحقيقه، لانه المصالح احنا طول عمرنا بندرس بالجامعات، وانتم بالجامعه هلا بيقولوا امتى ما بتبلش مصلحه المجتمع او الجماعه بتنتهي مصلحه الفرد، هذا المفروض، لكن للاسف اللي عم بصير العكس تماما. ميس سبق وكنت معنا ببرنامج استراحه الظهيره، كنت عم تعملي على بمساعدات للعوائل العراقيين المحتاجه داخل الاردن، وهلا انت هلا انت بمبادره فور ايراك مع عبد الله القيم، احكي لنا اكثر عن المبادره. بدايه انتقلت بعبد الله قبل شهرين تقريبا، عرض لي فكره المشروع. انا شفتها فكره كلش مهمه، شفتها بدايه لبناء العراق وبدايه جدا مهمه. احنا كطاقه شبابيه احنا لازم نكرس وقتنا، نضغط على نفسنا شويه، نشوفها خطوه مهمه جدا لبناء العراق. اشتغلنا عليها، الموضوع تطوعي مثل ما ذكر، ماكو اي ربح بالموضوع وماكو اي صفه تجاريه للمشروع. اشتغلنا سوا، التقينا باشخاص ثانيين همنا ايضا طوعوا ويانا للمشروع. حلو. احنا من فتره طويله بدنا نسمع اخبار ايجابيه عن العراق او حقائق ايجابيه عن العراق، مع انه احنا من العراق العظيم. صح. ولو تبحثون عن مسمى العظيم تلقون انجازات تكاد لا تحصى للعراق. صحيح. احنا اقدم حضاره، احنا نسبق الحضاره المصريه بالاف السنين. هاي كلها امور اندثرت بسبب الحرب، اندثرت حقائقنا الايجابيه بسبب ما زرعت الحرب من تعصب فكري، من ارهاب. هاي الامور كلها خلت الناس تلتهي. ده نسمع كل يوم انفجارات، صارت كانه امور سلبيه جدا بنتعود عليها. بطلنا عارفين مين اللي ورا الانفجار ومين المقصود، يعني لانه خلص اختلطت الامور بطريقه مش طبيعيه. نعم، هاي كل الامور خلت الشباب تلهيهم باشياء ثانيه. احنا لازم نرجع نذكر العراق، نذكرهم العراق ايش قد عظيم. العراق بمستقبل، الشباب كلهم دا نسمع انه احنا عراقيين ما عندنا مستقبل بالعراق. العراق هو بلد الخيرات، هو بلد الرافدين، احنا بيدنا نقدر هسه نغير العراق، نرجع مثل اللي قبل. طيب نعم، انا بدي احكي معك، انا مش ضدكم، انا معكم اوكي، بس انا بدي احكي بعقليه ناس تانية عم تحضر او ناس تانية هي مش ايدها على ايدنا ابدا. يعني انت بتقولي انه مستقبلنا بدي يكون جوا العراق وداخل العراق، وبس بعتقد لو هذا الشيء اللي عم تعملوه، لو لا انتم انكم خارج العراق يمكن كان ما قدرتوا تعملوه، او ما قدرتوا انكم توصلوا لهي المرحله. يعني اوكي انتم تركتوا البلد وهذا شيء جدا مؤسف، لكن بالجانب الاخر عم تاخذوا فرص كتير حلوه، لو انكم بداخل العراق يمكن ما كان حصلتوا عليها. احنا اللي بدنا نوصل له كيف وانتم خارج البلد بدكم تشتغلوا على ما داخل البلد. هلا بالنسبه لداخل العراق، عشان كمان الاعلام مش مسلط الضوء هناك فمش مبين، بس هم مثلا كمؤسسات مجتمع مدني ومبادرات عم بيعملوا كثير اشياء حلوه. حلو. بغداد، باربيل مثلا. انا بالنسبه لي العراقيين، الشباب اللي عم بيعملوا اشياء العلاقة بالتطوع بالبناء والقدرات وهيك بالعراق، كثير عم بيعملوا اشياء احسن من العراقيين الموجودين بالاردن. معناها الظلم هو من الاعلام، يعني لانه نحن هيني انا عم بحكي لك انا كمشاهد ما مش عم بشوف هذا الشيء، فهو بيرجع للاعلام اللي هو ايضا له دور الكبير بهاي الامور. اكيد الاعلام، ونفس الشيء انا بدي احكي نقطه اللي هي كعراقيين بالاردن، انت بتحكي احنا عندنا فرصه احسن. لا احنا هون العراقيين بالاردن، مش كاردن، خارج العراق بشكل عام. خارج العراق بشكل عام، يعني هو خلينا نحكي بشكل عام العراقيين بكل مكان عم بيعملوا اشياء مش كثير ممكن مرتبطه بالعراق، بس عم بيعملوا. يعني هلا احنا واحده من الاشياء عم نجمع قصص من لمواهب عراقيه وعراقيين مبدعين بكل مكان. كثير في ناس عم بيعملوا اشياء مؤثره بمجتمعاتهم الاجنبيه كعراقيين. حلو. وكثير حابين يردوا، يعني يعملوا اشياء للعراق، بس ما حدا عم بيتحركش فيهم يحكي لهم طيب تعالوا. تعالوا، لانه نحن دائما في عنا غلط بالمجتمع العربي انه اي فنان اي موهوب واتفر، يعني لما يكرم يكرم خارج بلده، يعني قليل ما تلاقيه يكرم داخل البلد. يمكن هاي واحده من الاشياء الكارثيه اللي عم بتصير عنا بالمجتمع العربي، مش هيك؟ يس. اكيد. طيب ما يسكن عم نحكي وياكم مكملين بجو الجامعه. نعم. عم بتعيشوا نفس خلينا نقول الحزازيات، او ما بعرف بالعراقي كيف بدي اشرح لك اياها، انه نفس التاتشات خلينا نقول يلي بتصير بالمجتمع العراقي. لكن قبل ما اكمل لك سؤالي خلينا اخذ اتصال قبل ما يفصل احسن، واخذ استاذ ياس. اهلا استاذ ياس، كيفك؟ السلام عليكم ست ياسمين. وعليكم السلام. كيف
وبالصحة والأحوال. سلامي للضيوف الكرام وبارك الله فيهم وفيك. والمكالمات صارت بالفلوس الآن ولا يهمك. شكرا. إن أردنا لبلدنا العراق أن يعاد إلى سابق عهده كونه بلد الحضارات والقوانين والإرث والتاريخ وبلد الأنبياء والرسل وآل البيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن نبدأ بالقضاء على الأمية المتفشية الآن في المجتمع، ونبدأ بخطوات تربوية علمية في إصلاح النظام التعليمي والتربوي، لأنه هو الأساس في بناء الأجيال وبناء المستشفيات للقضاء على الأمراض، بالإضافة إلى خطوات في توفير الكهرباء والماء الصافي وتحسين البيئة والتشجير وإعداد خطة للنهوض بالواقع الزراعي والصناعي والعمراني وإشاعة روح التضامن والأخوة وصفاء القلوب والبناء الاجتماعي الحضاري وصيانة بيوت الله والمراقد المقدسة وإشاعة روح التسامح. وهذا مهم جدا، روح التسامح بين أبناء البلد الواحد، ونبذ جميع العادات الغريبة السيئة والواردة من الخارج والتي تهدم العائلة والمجتمع، أي إصلاح نفس البشرية. وإن شاء الله هذا سوف يحصل وممكن بهمة الشباب وأبناء البلد بإذنه تعالى، ويعود بلدنا معافى. تحياتي لك وتمنياتي للصحة والسلامة والتألق الإعلاني والاجتماعي والرقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا كثير لك. يعني وصف وكأنه العراق عم بيعاني من حالة صحية، خلينا نقول هلا، وإن شاء الله إنه رح يتعافى. قولي لي ميس، ممكن تعيدين السؤال؟ بالجامعة أنتوا عم بتعيشوا نفس خلينا نقول يعني التضارب يلي عم بيصير بالمجتمع العراقي، أنت من هون أنت من هون أنت من هاي الملة أنت من هذا الدين أنت، ولا أنتوا عم بتحسوا حالكم إيد واحدة خارج هذا المجتمع؟ لأنه هون ما في شيء يخليكم إلا ما تكونوا قلوبكم على بعض، يعني هذا الشيء اللي بيجمعكم بأي بلد خارج العراق. حقيقة بالجامعة ما نشوف هذا الشيء أبد، خاصة مع زملائي مع زميلاتي، إحنا أبدا ما نذكر هاي الأمور، ماكو أبدا هاي الحزازيات. داخل كل إنسان انتماء قوي للعراق، كل إنسان يريد يقدم شيء للعراق، إحنا بس نحتاج أنه نوفر فرصة لهذا الإنسان يقدم شيء للعراق. نعم. فحقيقة هاي الأمور ما نشوفها أبداً. وأكبر دليل أنه عمره العراق ما مر بهاي التجربة إلا الفترة الأخيرة يعني، وهذا أكبر دليل على أنه العراق كان هو مزيج لكثير من الاختلافات العرقية والجنسية والدينية وإلى آخره، وكان عايش بلد التقدم اللي كان فيه سبق البلدان اللي هي هلأ أصلاً عم بتشوف حالها بالتقدم اللي هاي اللي عايش فيه. أكيد. خلصت الجامعة ولا بعدك؟ أنا صار لي تقريبا سنتين مخلص، بس يمكن لو أنت بالجامعة كان هذا الشيء ساعدك أكثر، كونه التجمعات موجودة أكثر بتقدر توصل لهم أسرع. هلا أنا يعني أيام الجامعة كنت أتطوع أكثر، بس خلينا نحكي إنه بعد ما تخرجت عملت حاولت أشتغل أكثر مبادرة في هلا عندي مبادرة إشي للتبادل الثقافي للأجانب. حلو. فهاي اللي إني لما عملتها واشتغلت عليها أعطتني كتير خبرة إني أبلش إشي جديد زي هالمبادرة. فبادر أحكي لك إنه وشغلة يعني مثلاً هلا إحنا عم نحاول نوصل إذا أنت بالضبط قصدك إنه كيف عم توصل تجمعات كفريق العمل أو متطوعين. بعتقد كل إشي هلا على طريق الإنترنت تصير على الفيسبوك. طب مبادرتكم من ولدت خلينا نقول على الإنترنت على الفيسبوك، لوين بدها تروح؟ هلا احنا عم نشتغل على المنصه نفسها، هي احنا البرودكت تبعنا الرئيسي هو عباره عن الموقع والمنصه الالكترونيه. بلشنا نحط محتوى على الفيسبوك والانستغرام، بس قريبا يعني زي ما شفتوا بالفيديو احنا بكل بوست عم نحط بنهيئ الناس، لانه حنطلق الموقع بده تقريبا اسبوعين خلينا نحكي. حلو. وهو هذا حيكون البرودكت الرئيسي تبعنا ان شاء الله. كتير منيح، وبتنزلوا مقابلتنا اكيد عندكم طبعا عشان تقولوا انه الاعلام بيدعمكم، نحن معكم اكيد. ميس انت مسؤوله المحتوى، يعني اي شيء بينزل على الصفحه انت المسؤوله عنه اكيد، مش هيك؟ صحيح. حاليا انا دا التقي واراسل الموهوبين العراقيين سواء شباب او كبار بالعمر اللي حققوا انجازات للعراق، دن راسلهم دن أخذ مقابلاتهم. تواصل عبدالله ويا مصورين من مختلف أنحاء العالم، حتى أي عراقي موجود بالعالم راح يكون أكو مصورين متوفرين يصوروهم. كون شبكة حتى الآن نقيمها ممتازة الحمد لله، بكل أنحاء العالم. والمحتوى صحيح أنا مسؤولة عنه، دا
بدنا ننزل قصصهم، قصص نجاحهم، نعرف شلون نصيغها وبدنا نعبي المحتوى مالتهم. حلو حلو، يعني بدكم تحاولوا تتواصلوا مع كل الموهوبين العراقيين حول العالم. صحيح. اللي خلينا نقول هم مؤثرين بالمجتمع، لو حكى نعم. كلمه ممكن انه هي تاثر بالمجتمع العراقي اكيد ان شاء الله. عشان نوثق بشكل عام، يعني بدنا نوثق كل موهبه موجوده نوثقها عن طريق صوره والانترفيوز غيره مع الشخص. شوفوا انه احنا عندنا موهبين، شوفوا احنا في عندنا تالنت، واحنا في عندنا حضاره، واحنا في عندنا وفي عندنا ناس كثير، واكبر دليل الشخصيات اللي انتم بدكم تطلعوها، هذا هو يمكن الهدف. خليني اقرا لكم بعض المسجات اللي وصلتني. بيقول لكم معتز زيدان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ست ياسمين، خليني وتحياتي لك ولضيوفك الكرام. بده يبدا تعليقه ببيت شعر بما معناه انه يا عراق مين هذا يلي صابك بالعين، بعرف شو هذا، يمكن انتم بتعرفوه. صحيح. اكيد. هو بيقول الحديث عن صورة العراق ما بيكفي بالكلام، كونه بلد يعني سبحان ربي ميزه عن الباقي بالشجاعة والنخوة والى اخره، واكيد الحضارات اللي موجودة بالعراق احنا ما بنقدر الا ندرسها وندرسها بجامعاتنا ومدارسنا اكيد. اوكي ياسمين، قلتي العراق تاني بلد من ناحية العاطفة وهذا دليل قاطع لمن يكرهون الحياة والحب وشكرا. بعتقد هو فيديو قطع معنا بواحدة من الحلقات، كانوا عم يحكوا عن نسب من هي أكثر البلدان اللي عندها عاطفة زائدة، فكان أي. العراق ثاني بلد من ناحية العاطفة. وبقول لي معتز زيدان هذا دليل لكل الناس اللي بيكرهوا العراق، بتمنى انه ما يكون في حدا بيكره العراق، وبعتقد انه ما في حدا بيكره العراق، لكن هي المصالح اللي شوي خلت الناس طماعه. شو اللي وصلنا لهون؟ اكيد الحروب هي السبب الرئيسي، يعني جزء كبير. وكمان هلا احنا حاليا ليش ما عم نقدر نعمل تغيير كثير كبير؟ لانه الناس فاقد الامل بالعراق والعراقيين، هاي واحدة من الأشياء. شغلة ثانية، مش كل حدا عم بيحاول يدعم، يعني شغلة التغيير مش شغلة سهلة، يعني لازم الحدا يآمن فيها، يكون عنده هدف كتير كبير ويمشي عليها. يعني احنا واحدة من هاي الأشياء انه احنا هلا بالمبادرة كتير عم تواجهنا تحديات، ما عندنا أي دعم، بس عم بنناضل، بنحاول نناضل. فخلينا نحكي كتير ناس بيحاولوا يبلشوا بإشي وأول ما يصير معهم إشي صعب كتير بيستسلموا. فبعتقد إذا كل حدا عنده هدف كبير ويضلوا يمشي عليه وما يستسلم بيصير حلو. في تغيير حقيقي. حلو، رح نحكي عن موضوع التحديات أنا وعبد الله وميس أكثر مشاهدينا، لكن بعد هذا الفاصل القصير جدا. خليكم معنا وشباب مؤسسي مبادرة فور إيراك أو للعراق، خليكم معنا بعد الفاصل. خبيرة التجميل وسن تركي الشمري، رح أكون وياكم بفقرة فصول الجمال.
رجعنا لكم مشاهدينا، انا وشباب مؤسسي مبادره فور ايراك او للعراق، عبد الله القيم وميس جهاد، يعطيكم الف عافيه. بزمان انتم بالبلد. يمكن تلاحظتي عم بحكي معك باللهجه الاردنيه. اكيد. هلا انا مش عم بحكي معك بس لهجه اردنيه عشان عم برد عليك بنفس اللهجه. انا بشكل عام كثير يعني بلغات انا بس اكبر غلط انه نحكي مع بعض من اللهجه. لهجه واحده طبعاً. اكيد طول ما نحن بنفهم مع بعض فمش رح نختلف شو كانت اللهجه، لانه الاساس بالفكره مش باللهجه صراحه. بس حول على العراقي يعني. حول على العراقي. نحن حكينا شغله كثير حلوه عبد الله، انت هلا بالفاصل قلت يمكن يجي اي واحد من اي بلد ثاني يعمل مبادره للعراق، فمش زي ما اي عراقي دعم القضيه الفلسطينيه يدعم زي ما اي حدا ثاني بيوقف مع الاردن زي ما اي حدا واقف مع سوريا الى اخره. يعني كل نحن اول عن اخر بلد واحدة، فمش رح نختلف في هذا الموضوع. قبل ما اكون عراقي انا عربي طبعاً. وانا قبل ما اكون عربي انا انسان. اكيد. فهاي شغلة انسانية طبعاً. قبل ما تكون شغلة لبلد طبعاً. معين او لا. اكيد اكيد. اهلا وسهلا فيكم. راشد وليث وابو فاطمه صبار عبد الله نصير السمرائي واديب علاء توقلي ياسمين علي محمد وابو رقيه وكثير ناس عم يبعثوا لكم تحياتهم وبقولوا لكم اهلا وسهلا فيكم ومبسوطين فيكم كثير ويعطيكم الف عافيه شباب. اكيد عبد الله احكي لنا لوين ناوي، شو النكست ستيب يعني، شو ناويين؟ هلا ان شاء الله اذا الموضوع المشروع كبر كثير ونجح بنحاول نطبقه على نفس الشيء على المجتمعات اللي كيف يعني اذا كبر كثير؟ كيف يعني اذا كبر كثير؟ يعني هلا احنا حاليا مثلا خلينا نحكي مثال فيديو قدرنا نوصل فيه لهلا 200 ألف شخص شافوا. احنا هدفنا مش 200 ألف حدا أكتر. جزء منهم اجانب جزء منهم. احنا بدنا نوصل لملايين الناس كل مكان. يعني احنا انت كيف بتغير صوره العراق؟ هاي شغله مش سمبل، هاي بدها شغل كثير كبير، بدها اعلام يساعدك، بدك دعم من كل انواع. مين اللي ظهروا بالفيديو؟ شباب كنا ناشطين من من مختلف البلدان. حلو. صوروا لكم الفيديو بعتوه وانتم هم اصدقائي طلبت يعني كل حدا فيهم في مثلا بنت امريكيه ناشطه هي من واحدة من الناس اللي بتحب القضيه الفلسطينيه. حلو. فاول ما طلبت منها كثير كانت متقبله الموضوع وكثير انبسطت على المشروع. حلو. وحكيت انا بدي اساعد واصور معك. حلو. هذا اكبر دليل على الكلام اللي انت حكيته بالبدايه، انا انسان فالانسانيه هي اللي بتشد الواحد لاي عمل او مبادره قبل اللهجه وقبل الجنسيه وقبل كثير اشياء. اكيد. ميس قديش بتحسي حالك في عندك عطاء لهي المبادرات وبدك تكملي؟ انا اشوف نفسي انه انا محظوظه كوني من هذا الفريق وانا سعيده جدا بعملي هذا اللي دي الحافز دي خليني استمر اكثر دي شجعني اكثر هو الناس اللي دا التقي بيهم. كل انسان موهوب عراقي شاب او كبير بالعمر اخر سؤال نوجهه له انت شنو حاب تقدم للعراق؟ دي يحجون افكار عظيمه، دي يحجون طموحات جدا عظيمه. هذا الشيء دي ينطيني حافز انه اكمل واكمل. راح ينزل محتواهم بالموقع، هذا الشيء راح يشجع شباب اخرين. حلو. من خلال قصص نجاحهم المحتوى الموجود راح يخليهم انه يخرجون من جو التفكير بالحروب اللي هم بيها باليأس اللي هم بيه، راح ينطيهم امل اكثر، راح يصير عندهم حافز انهم يقدمون اكثر. كثير حلو. نعم. كثير حلو. يعطيكم الف عافيه شباب وان شاء الله دائما في عندكم القدره انكم تقدموا اكثر واكثر. يعني انا خليني اقول معي دقايق لنهايه حديثي معكم، فبتضيف شيء عبد الله بخصوص شغلكم؟ بحب احكي لكل حدا عم يحضرنا اذا بدك توصل للمشروع في الويب سايت foriraq.org وفي عنا على الفيسبوك صفحة للعراق. احنا هلا محتاجين دعم من كل انواع، محتاجين دعم مادي، محتاجين دعم كفريق. يعني اذا في ناس معينين بدهم يتطوعوا معنا عندهم خبرات معينه ممكن يساعدونا. حلو. كمان خليهم يراسلونا. طيب هي هاي صفحتهم اذا بتبين معكم هاي مبينه. ايوه هاي صفحتهم عشان اذا بتفوتوا على طول تلاقوا الكفر فوتو تعرفوا عن اي صفحه عم نحكي. اسمها للعراق او فور ايراك، صفحه كثير حلوه متجدده في عليها كثير اشياء بتخص العراق والتراث العراقي والاكل العراقي واللهجات والى اخره. يعني شيء صفحه متنوعه جدا وحلوه كثير كثير صراحه، واحنا بنتمنى انه من خلال شاشه سمراء الفضائيه اي حدا عم بيحضر الشباب انه مثل ما قال لكم عبد الله اللي عنده دعم مادي اللي عنده دعم خلينا نقول معنوي اللي بيقدر يكون متطوع يدخل معهم فولنتير يحاول يتراسل معهم على هاي الصفحه اكيد. فبدنا نقول لكم يعطيكم الف عافيه. نحن كاعلام شو بدكم منا؟ شو المطلوب منا؟
أكيد نشكركم جزيل الشكر على دعمكم لنا اليوم واجبنا وأنتم كالعادة سباقين. حضرت الشيخ ياسمين أنت سباقة في هذا الموضوع بدعم الشباب. الإعلام العراقي خصوصا لازم يدعمنا أكثر. كافوا تراون الصورة السلبية للعراق. أنتم إعلام عراقي راوا الصورة الإيجابية للعراق. إحنا راح نقدم شيء جدا مميز واللي قدام راح يكون مميز أكثر. صح. فمجرد نحتاج دعم. فإذا هم احتلوا الشاشات أنتم بتقدروا تحتلوا مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. وهي أسرع بالوصول لقلوب الناس حاليا صراحة. عبد الله قديش عتبان على الإعلام؟ قديش عتبان؟ ما تتخيل يعني نو كومنت يعني. ليه؟ صار معكم موقف معين؟ لا هو بشكل عام الإعلام بكل مكان سواء كان إعلام عراقي ولا إعلام عربي ولا إعلام أجنبي. أنا بالنسبة لي ما بحب أحضر أخبار لأنه بحسها ولا بتودي ولا بتأخر. يعني عم تعطيكي أخبار عم تزعلي وبعدين شو صار؟ للأسف في بعض وسائل الإعلام يعني خلوا الفكرة تكون عامة على موضوع الإعلام إنه هو دائما ممكن ينقل حقائق أو هي مش حقائق، معلومات غير صحيحة، في مبالغة بالصورة يلي بينقلوها أكيد، مع إنه بالإعلام في الإعلام بالجهة الثانية خلينا نقول إنه إحنا كل هدفنا إنه إحنا ننقل الصورة الحلوة. أكيد إنه إحنا نعرف الناس عليكم لحتى تقدروا توصلوا، وأي حدا بيحب يحط إيده بإيد الشباب أكيد فهي شغلة كتير حلوة. فزي ما بيقولوا كيف بقول لك الصدقه هي الشيء الوحيد، الصدقه اللي لما انت بتدفعها من جيبك الشيء الوحيد لما بتدفع بتكون عم تبتسم. نفس الشيء العمل الخير الشيء الوحيد اللي بتعمله ببلاش بس بتحس حالك مبسوط، يعني حتى بشغلك. صحيح. انت اذا اشتغلت وما قبضت بتزعل تترك الشغل، لكن التطوع الوحيد خلينا نقول التطوع اللي بتعلق بشعبك او ببلدك اكيد هو الشيء الوحيد اللي بتعمله ببلاش بتكون مبسوط منه. فيعطيكم الف عافيه شباب، نتمنى لكم كل الدعم من اللي بيحضرونا اكيد، ونحن ايدنا على ايدكم كاعلام كقناه سامراء تحديدا برنامج استراحه الظهيره. بتضيف شيء عبد الله؟ بحب اشكر كمان مره ياسمين، جدا جدا ممنونين احنا. وان شاء الله الاعلام يوقف معنا اكثر واكثر. يعني زي ما حكت ميس انه احنا بنحتاج اعلام لينشر الموضوع اكبر واكبر. صح. وان كنا نوقف ايد على ايد ونعمل تغيير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ميس كيف تنهي؟ اوجه كلمه لاي انسان يسمعنا بالذات العراقيين، كافه تمثلون احزابكم، كافه تمثلون اي جهات سياسيه، مثلوا نفسكم. كل انسان داخله نجاح داخله طموح يقدر يحققه. احنا يمكن منصه نقدر نساعدكم بهذا الموضوع. انجحوا ان شاء الله. ان شاء الله انتم بتنجحوا بغض النظر هم نجحوا او لا. انتم الامل تبع اي بلد اكيد هذا الجيل. فيعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لكم شباب. شكرا مشاهدينا. انا هيك بنهي مع عبد الله القيم وميس جهاد من مبادره فور ايراك او للعراق. اكيد بنروح بنسمع اغنيه بعتقد هي لكاظم الساهر، وبعديها بنستقبل الناشط الشبابي علاء عشا بفقره سوشيال شباب. حديثنا لليوم، بس قبل ما نطلع حديثنا لليوم عن التحرش عبر وسائل الإعلام. خطرت لي أسألكم أو سوري وسائل اتصال، خطرت لي أسألكم هذا السؤال، شو رأيكم بالتحرش اللي بصير عبر وسائل الاتصال السوشيال ميديا اللي بتصير عن طريق الفيسبوك؟ بتبعت له بتقول له مثلا بتحاول تعلقه بيروح بيحول لها مبلغ إلى آخره، التعليقات اللي بتصير، سرقة الأكاونتات إلى آخره. سريعا هلا الشركات العملاقة كسوشيال ميديا فيسبوك إنستغرام عم بيحاولوا أكثر ما يقدروا إنه يضبطوا هاي الأشياء. يعني هلا صار في حاليا لما بدك تعمل اكاونت في كثير خطوات عشان تفعلي الاكاونت. لما حدا يبعث لك مسج مثلا اذا بتقدر تعملي عنه ابلاغ تبليغ. حلو. ففي كثير طرق اعتقد هلا عم تتحسن بمواجهه الشر التحرش على الانترنت. اكيد عمرك تعرضتي لهيك موقف؟ صحيح نعم. موضوع مهم اشوف انه نحتاج توعيه كبيره عليه. صحيح. وراح يكون موضوع مهم بالحلقه اليوم. اكيد اكيد راح تحضرونا عبد الله وميس من وراء الستيج خلينا نقول، وراح ننضم نحن وانتم مشاهدين او راح ينضم لنا علاء عشا وموضوع حلقتنا لليوم التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي. خليكم معنا بفقرة سوشيال شباب. مشاهدينا رح نحكي عن موضوع التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بيكون التحرش. رح نعرف أكثر من علاء، وعلاء في عنده حقائق ودراسات ونسب صراحة مخيبة للأمل أكيد. لكن قبل ما أبلش حواري أنا وعلاء بدي أذكركم أنه في رقم عراقي وأردني نازلين على الشاشة اللي بحب يحكي معنا من العراق أو من خارج العراق. أكيد اللي بحب يحكينا من داخل الأردن بيحكي على الرقم مباشرة، يعني هو لا يعتبر انترنت
انترناشونال، لكن اي حدا بيحب يحكينا من خارج الاردن او رقم غير اردني فهو بيتصل علينا على الانترناشونال او بتحكونا على رقمنا العراقي. وايضا موضوع حلقتنا نزل على الصفحه وكان في تعليقات جدا على الموضوع، رح نعرف اكثر انا وعلاء. كيفك يا علاء؟ مساء الخير عليك ياسمين، مساء الخير على مشاهدينا الكرام. اليوم حاضرين لهم موضوع كثير مهم بمجتمعنا العربي، انه بصراحه شيء مخيب للامل عن جد. تعودنا احنا دائما نسمع عن تحرش في بالباصات بالسيارات بالشوارع بالمناطق العامه والمفتوحه، لكن المشكله في مجتمعنا الحالي انه عندنا نسبه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك، لانه اي حدا بيطلع له يسوي اكاونت واي حدا بيقدر يفوت باسماء وهميه. الفيسبوك اثر كثير على مجتمعاتنا وصار سيء للجنسين، للشاب وللصبي. شوف علاء، انا اكثر الناس يمكن اللي مريت بهاي الموضوع انه كثير بينسرق الحساب تبعك، اجيتك على الوجع يمكن انا كثير بياخذوا صور وبيعملوا عليها حساب، بس الملامه انا انه ليش بتنزلوا صوركم؟ طب ما احنا عادي، احنا بنطلع على الشاشه واحنا بنمشي بالشارع واحنا بنروح على جامعات وبنروح على اسواق، فاللي بينزل على الفيسبوك هو نفسه اللي بينزل بنشاف بالشارع، فالغلط مش منا نحن، الغلط من المصدر. شو اللي بياثر باي شاب بخليه يرجع لهذا الموضوع؟ شوفي، هو كل دائما احنا بنرجع بنحكي انه فيش ثقافه، يعني البني ادم لما يكون طالب جامعه داخل على جروب الجامعه يفوت عند البنات والصبايا، يفوت على الاكونتات الموجوده يصير يعلق او يسحب فريند من هناك يضيف البنت. طبعا في دراسه بتحكي لك انه كل 4 بنات في العالم العربي، طبعا بحكي لك تحديدا بالوطن العربي، انه كل 4 بنات واحده منهم تتعرض للتحرش من عن طريق اصدقاء. طبعا هاي يعني بتحكي انت عن اكبر وكاله في العالم بتعالج هذا الموضوع بتشتغل عليه، وكاله يوبرين. هاي الوكاله عمالها بتعمل دراسات على عالمنا العربي بتحكي لك انه عندنا الموضوع يعني بطل عادي. يعني بس هي بنسب متفاوت من بلد لبلد بحس بالضبط. عندك في المرتبة الأولى بالنسبة للوطن العربي مصر بهذا الموضوع، لكن إحنا كلياتنا بنحكي كوطن عربي بنعتبر حنا بلد واحد، لأنه تقريبا الأفكار متساوية. يعني ما في فرق بين أي بلد يعني والثاني. نحن ما بدنا حدا يزعل منا يا جماعة، إحنا سبق وحكينا عن هذا الموضوع. وبحكي لك كمان بالنسبة للموضوع حتى بالأردن عندنا نسبة كتير كبيرة، هذا الشيء طبيعي جدا وما بزعل. فإحنا مرة تعرضنا لهذا الموضوع وذكرنا اسم بلد شقيق فزعلوا منا إنه نحن حكينا إنه في تحرش بهذا البلد، لكن إحنا بنحكي عادي دراسات، وهذا لا يعني إنه كل الشعب بيتحرش، وليس وما بيعني انه كل الشعب بيتعرض للتحرش اكيد. وانا قلت لكم اكبر دليل انه انا بتصير معي على الفيسبوك كثير. يعني نرجع لموضوعنا، بدك تحكي لنا اكثر عن هذا الموضوع. نتائج مخيبه للامال ومخيفه صدرت من معهد يوبرن للدراسات التقنيه بعد دراسه كثيفه لمواقع التواصل الاجتماعي تحديدا الفيسبوك، الوسائل التقنيه الاخرى والهواتف الذكيه كمان. الهواتف الذكيه صاروا يخترقوها عن طريق العالم، البنات بطلت البنت تامن حتى يصيرها لينك ايام عن طريق الواتساب او عن طريق الفيسبوك، تقدر الناس تخترق تليفوناتهم. وبهاي الحاله هاي الناس عمالها بتيجي بتبز البنت وبتحكي لها كلام لازم تدفع فلوس الى اخره، لغايات شخصيه، لغايات الله اعلم شو. كل انسان عنده افكار معينه بيمشي عليها، لانه هو داخليا اصلا داخليا عنده هو ضعف شخصيه حتى يوصل لهذا الشيء. يعني ما في انسان طبيعي بيجي على بنت بيحكي لها والله انا لازم بدي منك فلوس، او بيجي بيهددها بصورها او بشيء مثل هيك. كل بنت طبعا كنا عندنا بنات وهيك بكون عندهم على تليفوناتهم صور شخصيه، صح، سواء حتى لو محجبه او مش محجبه بكون عندها صور شخصيه مش للنشر، فبيجي بيهددها فيهم، فهنا بصير الابتزاز وهنا بصير المشاكل المجتمع. يعني هاي واحدة من الأسباب اللي بتخلي الواحد يعمل أو يكون أو يتحرش بحدا. طبعا هو الجنسين معرضين، ممكن الشاب يتعرض لتحرش وابتزاز. طبعا أكيد طبعا، لأنه بتعرفي هذا الموضوع بيرجع للنشأة من الصغر. لو الأهل تابعوا البنت والشاب من بالبداية، لأنه إحنا هسا ما بتقدر يعني تقدر تمنعي الطفل إنه يمسك التابلت تبعه أو التليفون تبعه، مستحيل، لأنه الطفل لما يجي يمسك التليفون بيجي بفوت على النت بفتح إيش بده إياه، اي شيء بده اياه بيفتح. زي ما بيقول المخرج كمان زميلنا محمد جلال بيقول انه نوجه له التحيه كمان. اكيد اوقات الشباب بنات بعض بيجي بيقول له روح تتعرف على فلانه، خد اكاونت فلانه، فوت عليها احكي معها، هي هيك 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 وضعها. يعني اوقات ترباي رفاق السوق، الولد اللي عمره 10 سنين والبنت اللي عمرها 10 سنين ليش عندهم موبايلات يا جماعه؟ ما هو شوفي هلا هي صارت موضه انه انا ابني ليش مش ماسك التليفون مثل ابن فلان، لكن ترجع لك للثقافه
صح؟ بتيجي في مدارس مختصة ممنوع ابن الطالب يداوم على مدرسة معاه تليفون. تعال نرجع على مدارس الحكومة عندنا بمجتمعنا بوقتنا الحالي، وأنا قريب من وزارة التربية والتعليم وعندي علاقاتي فيها. بدخل أنا وياك على أي مدرسة حكومية بالوقت الحالي، بندخل أنا وياك على الصف الخامس والسادس والسابع اللي هم الأطفال اللي هم يعني صغار بالعمر، مش واصلين لمرحلة البلوغ، معهم هواتف ذكية ومعهم تابلت بالشنطة. لما يكون الطفل معه تابلت وبرامج الاختراق يا مكثرها، وبتيجي بتحكي للولد ليش بتعمل هيك؟ لا ما بصير احكي له ليش بتعمل هيك، انت ما اسسته اصلا من صح. أيوة من البيت، يعني انت بعد ما خربته هلا جاي بدك ترجع بالضبط. انت لا تصلحه شيء. وانت اساسا انت اللي خربته. أكيد. انت اللي سويت له هذا، انت اللي خليته يصير هكر. الهكر هم بيصيروا من وراء الاهل. حلو الواحد يكون عنده ذكاء ومرحلة ذكاء عالي انه يفكر كيف بدي اخترق حساب، بس ما بخترق حساب بنت عشان اهددها، لا بخترق اشي يفيد بلدي. اذا انا قادر اشوف انه في اشي معين بفيد بلدي بقدر اخترقه بخترقه. زي ما مرة شفنا جزائري لا احنا بدناش نخترق، انا مش بحكي لهم بشجعهم على الموضوع. الجزائري مرة اخذ من الحسابات اليهودية اخذ ملايين، اوكي اعمل هيك احنا من ايدك، بس مش تيجي تخترق بنت. صح. ما هي البنت هاي يا بنت عمي يا بنت عمك. صحيح. وكلياتنا اهل يعني، ما فيش كلياتنا دين واحد وشعب واحد. صحيح اكيد. في سؤال من زميلنا مهندس الصوت، تعيد لي يا رجاء حجي احسان. نعم اوكي هلا. نعم طيب، هلا نحن هذا هو نفس السؤال اللي احنا طرحناه، انه انه الطفل يكون في عنده موبايل صح او لا. هلا هي يعني نهائيا لا، بس اوقات في بعض العوائل بتبرر بتقول لك انا الام بتشتغل والاب بيشتغل وهو بيروح من المدرسه بيوصل قبلنا، فبدي اطمن عليه وصل او لا. اوكي يا جماعه، بس مثل ما حكينا قبل شوي مع شباب فور ايراك، لما حكينا عبد الله قال كل شيء فيه اذا بدكم انتم يعني يعني يكون في خصوصيه، بتقدروا تلغوا اليوتيوب عن موبايلات اولادكم والايبادات، بتقدروا تلغوا اي مواقع ممكن تكون هي مش خارج الاطفال، فهي هاي الحلول اكيد. نرجع لموضوع ياسمين، الاطفال في مجتمعنا الحالي، انا بتحدى اي طفل، الاطفال بفهموا في التكنولوجيا والسوشيال ميديا اكثر منا. صح، لانهم من وعي على الدنيا ماسكين هذا الشيء. صحيح صحيح، بيفهموا فيه. حتى صحيح. في مهندسين كمبيوتر ما عندهم افكار. طالب صف عاشر بتحكي انه بيجي صف عاشر لاول سنه يعني عمره 15 سنه، يعني سادس، بيخترق شركه كبيره، شركه اتصالات بالاردن. يعني بتعرفي يعني يعني كيف يعني بالضبط. لولا انهم هم اصلا وعي على الدنيا بيديهم هذا الشيء. نعم. دراسه علميه بتحكي لك 35% من اطفال المجتمع في الوقت الحالي عندهم مشكله بالعيون. صح، لانه انت هاي اللون. صح. الازرق بالليل وتشوفيهم بيكونوا ماسكين تليفونهم مركز الطفل. لما يركز عيونه اصلا بصير عنده مشكله بالشبكيه. طيب هلا نحن موضوع التحرش كتير كبير، بس احنا نحكي تحديدا عن التحرش اللي بصير على وسائل التواصل الاجتماعي. ممكن انها تكون بسن المراهقه او هدول الاولاد الصغار اللي هم يلا بدي اصير شاب. شوفي ياسمين، انا وياك هسه بنعمل اكاونت بنت هسه هيك، وبنفوت بنعلق باي مجموعه او اي موقع كبير في عليه اصدقاء كتير وناس. راح نشوف، راح تشوفها في عينك، راح تشوفي الشاب والرجل الكبير وناس حيفوتوا يعلقولك انا حابة اتعرف عليك. لو حطينا صورة وردة يعني انا هسه مستعد اعمل اكاونت بنت. البنت معرضة بصراحة. انا يعني انا دايما بحكي البنت اللي ما إلها شغل مثلا اعلامية، مثلا مديرة بنك ليش تحط صورتها؟ يعني انا بحكي بقول لك الاعلامية ناشطين الاجتماعيين حطوا صوركم، لانه انتوا دايما معرضين للشاشات. لكن انا صراحة بزعل على البنت اللي بتحط صورتها على الفيسبوك، لأنه في أي لحظة ما في خصوصية، ما في إشي اسمه أنت مش ملكية فكرية. أي واحد بيعمل كوبي بيست أو بيعمل سكرين شوت للتليفون تبعه بيأخذ بيعمل أكاونت باسمه. طيب. هلا حتى فيسبوك مش قادرين يسيطروا على الموضوع. أيوة. لأنه الصور حتى تشوف أيام نعمل تاج لحدا بيطلع إنه مثلا ياسمين، انه هذا الحد ياسمين. هسا الفيسبوك بيشتغل هذا الموضوع، بس بكثره الاكونتات وبكثره الناس مستحيل يقدروا يسيطروا على. صح. كل الامور هذه. طب هم قادرين يسيطروا على مواقع التواصل، بس مش حيقدروا يسيطروا على تربيه الناس وعقول الناس والى اخره. خلينا ناخذ الاتصال قبل ما نفقده ونقول الو. ست ياسمين مرحبا. مرحب، مين معنا استاذ ياس؟ ثانيه لك وللضيف الكريم. شكرا كثير لك، تفضل استاذ ياس. وأحيي على هذه الأفكار الجميلة والحلوة والواقعية. شكرا كثير لك. والبداية حقيقة مثل ما تفضل من البيت، أي أن الطفل ولد أو بنت عندما يتربى تربية إسلامية ويكون محصن في الأدب والتربية من البيت وكذا فصل؟
طيب قطع الاتصال مع أستاذ ياس، نعتذر من عندك، كنا حابين نسمع فكرتك، إذا بترجع بتحكي لنا أكيد نكمل على هذا الموضوع. لا طب يعني إيش نعمل؟ ما نعمل أكاونتات على الفيسبوك؟ ما نواكب العصر؟ ما هلا أوكي، هلا في بعض التعليقات إذا بتعطيني أقرأ لك إياها. على في بعض التعليقات بتقول إنه بيحطوا الحق على البنت أو اللي بتنزل صورتها. هلا في هلا احنا بنعرف انه اساس البلا ممكن يكون من عند البنت اللي هي ما بتحترم، خلينا نقول مجتمعها، ما بتحترم عاداتها وتقاليدها بالصور يلي بتنزلها، فبتلاقي الواحد مجبور انه لو ما بده يتحرش عبر هذا الموقع الا ما يزت له كلمه تضايقها. لكن وين بيرجع الاساس؟ بيرجع الاساس للاهل. احنا بنحكي بس انا بحكي لك، انا كشاب انا مع البنت، انا مع حريات للمراه. انا بالنسبه لي مجتمع متفتح مع حرية المرأة ضمن حدود ضمن عاداتنا وتقاليدنا. بالضبط. لما بنت تكون منزل صورتها مثلا بلبس محتشم، حتى أنا بحكي دائما هم بيحكوا لك إذا هي منزل صورها مش بإشار أو بإشار، هي هاي بروفايلها عندها، يمكن في ناس مسافرين لها أقارب، ناس بتنزل صورها على الفيسبوك بيصير عليها الاختراق تبعها ويجي بياخذوا الأكاونت، أو مثلا بنزل صور بيعملوا اسم تاني. أيوة. أنا بحكي بالنسبة لي الأهل هم السبب. الأهل لو الأب والأم وعوا ابنهم حكوا له يا ابني من البداية ما بصير عندك أخت في البيت تقبل واحد يعمل هيك مع أخته، ممكن معرضة. بالزبط. صح أكيد. معنا اتصال أبو سداد على الاتصال. كيفك يا أبو سداد؟ كيفك ست ياسمين ومساء الورد، مساء الفل عليك وعلى على على الشاب الجميل اللي معاك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا. الله كيفك؟ أهلا أبو سداد. الحمد لله بخير مليح وزي الأمر. تفضل أبو سداد، تفضل سريعا لو سمحت. طبعا أنا مع على أخوي على هو. الله يخليك معك. طيب أبو سداد حاول تكون بمنطقة فيها إرسال سريعا على، لأنه مش ضايل عنا إلا دقيقتين أو ثلاثة بالكتير. رح أقرأ لك التعليقات يلي عم توصلك على. طبعا شكرا لتفاعلك مع المشاهدين على صفحتنا على الفيسبوك، وعم بنلاقي ردود فعل كتير حلوة منك. احنا ما بنكبر إلا بالناس اللي بعقلنا على الفيسبوك. أكيد. بريد المحبة فيفي بتقولنا أنا بشوف المراقبة من الأهل إشي كتير ضروري، والإرشاد للشي الصح مهم جدا. صحيح. التربية أحيانا ما بتكون كل شيء، لأنه التربية بدون رقابة ما بتنفع، والرقابة لكل الشباب والبنات لحتى نحن ما وصل لهاي المرحلة أكيد. أما أركان السامراء بقول لك للتربية منذ الطفولة دور هام في ذلك، وسبب التحرش هو تبرج مفرط وقلة حياء لكلا الجنسين، إضافة إلى ما ترك في مجتمعاتنا من أثار سلبية مدمرة نتيجة لانفتاحها المفرط على دول العالم الآخر والتقليد الأعمى. رح نحكي عنه بشي حلقة، حضر حالك يا علاء. معتز الزيدان بقول لك ياسمين سلام عليكم وإلك ولعلاء أكيد. للأسف هاي الظاهرة أصبحت اعتيادية بسبب ضعف الرقابة من الأب والأم، لأنه إلهم دور كتير مهم، فإن لم تستحي افعل ما شئت إلا من رحم ربي يا صديقي. هي هاي ختمة كل إشي زي ما بحكوا. صحيح. بسام كنعان البازي يسعد صباحك ياسمين وورد. ياسمين في مجتمعاتنا الكتير من السلبيات، ولا سيما يعني ما ذاكر قلمك الجميل، كل شيء بيتبع ثقافة الفرد إن كان التصرف سلبي أو إيجابي. أحمد الصروحي شكرا كتير لك وعليكم السلام، وبقول السلام عليكم إليك للأستاذ علاء عشا. التحرش شيء مش طبيعي بهذا أو بهاي الأيام، ونتمنى إنه إحنا نلاقي حلول، وبقول السبب هو التربية. معتز العراقي ياسمين أصلا صحيح. إصلاح النفس وابتعادها عن المعاصي خطوة كتير مهمة، مع الأسف الفيسبوك ممتلئ بجروبات بتأيد على هذا الشيء. سامي الرأي حتى النخاع، هذا بيعتمد على قوة التربية من الأهل يا ياسمين وعلاء، فإذا التربية صح شيء طبيعي إنه الإنسان ما يوصل لهي المرحلة. فيفي شكرا حبيبتي. أما قال معتز بقول الغرب دمرونا بنشر ثقافتهم ونحن عم بنقلد كتير، ومش رح أروح أقرأ مسجات لأنه نبح صوتي. كمل. في اسمين حلوين، سمر رأي حتى النخاع. أكيد. إحنا كنا سمر رأيين حتى النخاع. أكيد. علاء التربية هي الأساس في هذا الموضوع. أي إنسان في عنده، خلينا نقول الأهل مش دائما ماشيين معك، ففي إشي رادع لإلك قوي لما أنت تكون لحالك، ويجي أي شيء خطأ ما تعمله فأنت في شيء رقابة داخلية منعتك. قديش هذا الشيء مهم. شوفي هذا الإشي برجع على الواسع الديني.
على كل الديانات، اللي عنده واسع ديني بيمشي عليه. صح، عرفت علي؟ ودائما بنحكيها، ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. صحيح. إذا أبوك حكى لك روح اعمل إشي صح، هتعمل إشي صح. وإذا أبوك سابك هتعمل إشي غلط. صحيح. ختاما للفقرة علاء بسوشيال شباب، شو بتنصحنا بهذا الموضوع؟ ننصح كل صبية عندها بروفايل على الفيسبوك تهتم بالفريند اللي عندها، يكونوا عن جد بتعرفهم. وبننصح كل شاب بهاي الحالة إنه يكون عنده وعي، يكون عنده فكر قبل ما يعمل إشي، لأنه أكيد. إحنا هسا كمان في إشي اسمه جرائم إلكترونية. أيوة. هذه الإشي موجودة بكل دول العالم، يعني إذا عملت أي إشي غلط اعرف إنه إذا شكت عليك البنت أو شكت أو شكى عليك الشاب حيحبسك، لأنه جرائم إلكترونية بتمسك المكان وتمسك الجهاز عن طريق الآي بي في أي دولة في العالم. يعني في ممكن أنا أروح أشكي وممكن حدا يأخذ لي حقي وإلى آخره. طبعاً موجود في الأردن وبالعراق وبمصر وبلبنان وبسوريا بكل الدول. كل مكان. موجود هاي اسمها جرائم إلكترونية. بتشتكي على حدا اللي أساء لك على طريق التواصل الاجتماعي، وخلال أيام قليلة بكونوا جايبين الشخص. حلو. ويتحاكم محاكمة عادية في المحكمة. أها حلو كتير. بالضبط. لكن نصيحتنا لكم بنهاية حلقتنا لليوم مع فقرة السوشيال شباب، أكيد مع الناشط الشبابي علاء عشا، إنه ديروا بالكم من هذا الموضوع، ديروا بالكم من أي إضافات. هدول الجماعة اللي عندهم دائما الفيك أكاونت والأسماء اللي مش بالضبط، دائما هدول متدمرين تعرفوا. طبعا. هدول ديروا بالكم من أي إضافة، وأكيد يعني ما رح نقدر نعيش بمجتمع إيجابي 100% إلا ما نتعرض لأشياء سلبية، لكن بدنا تكون ردود فعلنا صحيحة لحتى نحافظ على حالنا أكثر. شكرا كثير لك علاء. شكرا لك ياسمين، شكرا لمشاهدينا الكرام، استنونا السبت الجاي بحلقة نارية إن شاء الله. أكيد لنشوف علاء شو في عنده السبت الجاي من مواضيع بتهمكم. أكيد تابعوا علاء على صفحتنا على الفيسبوك، ورح نشوف شو الموضوع اللي حابين نحكي عنه السبت الجاي. أما أنا بطل عليكم بكرة بنفس المواعيد، إلى اللقاء.